الحاج سعيد بن محمد أشرنا مجاهد وأحد كبار عرش الشعانبة ببلدية القرارة في ولاية غردايا. جمعية الشعاع الخيرية تستذكر مآثر الرجل بسلكة قرآنية في مسجد الأمير عبد القادر. هذا اليوم المبارك الذي نشهد فيه ساعة وفاء ولقاء يضم هؤلاء الخيرين، هؤلاء حفظة القرآن، ليتدارس القرآن فيما بينهم، يجتمعون عليه ويفترقون عليه من أجل التذكير بذلك العالم الأشم سيدي سعيد الشرنة، الذي كان من أوائل الذين أسسوا هذا المسجد. كان فيه من الخطباء، كان فيه واعظا مدرسا مبينا، تحمل هذه الأمانة فجزاه الله خيرا. سلكة القرآن الكريم باسم إمامنا وشيخنا الشرنة الحاج سعيد بن محمد، نتقدم بالشكر الجزيل لكل من سهر على هذه التظاهرة. تخللت الطبعة الثانية من السلكة حفل تتويج للعرسان، إضافة إلى وليمة العشاء على شرف الحضور والضيوف. هذه قلت لك عادة سنة حميدة نديرها من العام العام الموسم السلكة هذه على طرحهم على الشيخ المرحوم الوالد ربي يرحمه إن شاء الله، هو من المؤسسين تاع الحي وواحد من الأعيان تاع البلدة، وهذه والحمد لله هو إنسان مربي وإمام ومجاهد. دائمة لكل المسلمين والمسلمات، والله يجمل الشمل، والله ينصر فلسطين. وأتقدم بالشكر الجزيل كذلك لحرائر هذا الحي ولشبابه ولكل من ساهم في إنجاح هذه الطبعة الثانية من قريب أو بعيد. تذكر خصال المجاهدين وشهداء الجزائر أمثال الحاج سعيد بن محمد الشرنة، احتفال له طبع خاص لدى سكان حي العقيد عميروش ببلدية القرارة. ونصلي عن النبي.